سواء وجمع سيرفر والمشرف في عملية تمرير البضائع الخاصة في سلسلة التورين. والآن بدون ستضمن هذه الأخيرة تبادلا آمنيا وبصفة آمنة لمجمل البيانات والوثائق رقميا بين جميع الفاعلين والمتعاملين بما في ذلك إدارات مكلفة بالمواقعة مصالح الجمارك الموانئ وكلاء الشحن حراس السواحل شرطة الحدود المناوئين والبنوك حيث توفر هذه المنصة جميع الخدمات بصفة متواصلة 24 ساعة على 24 وخلال 3 أيام الأسبوع.